اولا موضوع الاختيارات القائمه النهائيه ده يمكن قعدنا 3 اعداد بالظبط. القعده الاولانيه كانت قعده عامه بنتكلم على الشكل النهائي، احنا كنا مطبقين على اسماء اللي كنا متفقين عليها 8 أو 9 لعيبه اللي هم اللعيبه الدوليه واللعيبه الموجوده بشكل مباشر طبيعي. احنا بادئين بتسعه من ال 11 انا بقول لك اللي لعبناهم ماتش السعوديه بالظبط. بقيه القائمه كان في بعض المشاهد اللي انا كنت شايف ان قلقان منها شويه، يعني في بعض لا في انا كان في وجهه نظر، واتكلمنا على وجهه نظر بكل صراحه بدايه من خط الظهر. وانا على فكره عملت وانا معاهم انا بسلم من الجهاز الفني وجهه نظري مطبوعه، بقول لهم دي القائمه اللي انا بقدمها واللي انا شايف انها الافضل لينا. كل واحد حتى كابتن ناجي بيستلمها وكل بقيه الجهاز المساعد ومستر اجيري في الاخر قرار، وفي الاخر بنتكلم بقى طب انت هاني اخترت ده ليه، انا اخترت كذا ونبنى الناس. لكن انا قدمت القائمه او ال 23 لعيب اللي انا كنت شايف فيهم، وحاطط كمان 6 لعيبه بالنسبه لي، انا كنت حاطط قائمه ب 29 لعيب. ال 23 اللي حضرتك قدمتهم يا كابتن هاني انا معايا وصل منهم كام للقائمه دي؟ الاختلاف كان بالظبط على 4 لعيبه، انا كنت مرشح ناحيه اليمين كنت حاطط احمد المحمدي ورجب بكر، جزء بتاع السيد يعني محمدي واللي قلت لك بكر، السرد باكات كنت مرشح باهر المحمدي ومحمود علاء واحمد حجازي واحمد ايمن منصور كل السرد باكات. ناحيه الشمال كنت مرشح ايمن اشرف وعبد الله جمعه. الاثنين على وهقول لك المناقشه فيها ايه. ممكن نقف؟ ليه مش محمد هاني؟ محمد هاني كان لعب التصفيات للاسف في الفتره دي، كان محمد هاني ما بيلعبش منتخب فريق السودان ما كانش بيلعب. ما انا هقول لك محمد هاني ما كانش بيلعب للاسف، واحنا كنا متابعينه على فكره، كنا بنتكلم هو ما بيلعبش ليه، طب هيخش امتى، كنا مستنيين انه يلعب. جزئيه وليد سليمان ده خلاف شويه عن محمد هاني عشان وليد عنده خبرات مراقبه، عنده خبرات دوليه عن منتخب مصر ما عندوش خبرات بس يعني بيتكلم الراجل شاف ان هو ممكن جدا في البوزيشن ده، ان احنا ما عندناش بديل لمحمد صلاح، ممكن وليد سليمان يكون الانسب في الجزئيه دي، عمليه بوزيشن مش اكتر يعني. لكن الـ ممكن يكون الباك اليمين، هو الراجل كان شايف لا عندنا كذا بديل، وبالتالي لا وليد سليمان. ليه عبد الله جمعه اترفض؟ عبد الله ليه قصه برضه. عبد الله يعني انا يعني قلت يعني كلمت على فكره كمان، قلت له عبد الله جمعه انا شايف انه ماشي مشكله. الاول خالص كان بيقول عبد الله جمعه دفاعيا هجوميا افضل شويه، دفاعيا لا. تفتكر ماتش الزمالك في الكونفدراليه كان بيلعب بره، كان بيلعب في تونس اعتقد السيمي فاينل، السيمي فاينل، والولد ادى بشكل كويس وكان في ضغط جماهيري كبير وبتاع، فقلت لا الولد ماشي كويس. ماتش النهائي ولعبه تحت ضغط جماهيري وبادي كويس. ف يعني بكل امانه انا بقول لكم اللي اتقال ان هو مش مقتنع بيه في هذا المركز، واتطرح اسم فتوح، فاحنا يعني احنا برضه اتخضينا شويه. فتوح اولا ما بيلعبش في الدوري المصري. مين اللي اتخضيت يا كابتن؟ انا اتخضيت. ده الاختيار بتاع فتوح يا كابتن كان من عن طريق اجيري؟ عن طريق اجيري، لان انا هو راح اتفرج على ماتش في اسكندريه ورجع قال انا عجبني ولد كويس قوي اسمه فتوح باك شمال، هو كان ضمه كده كده في مارس بالظبط، لعب في اسكندريه كله ف يعني قال انا القايمه النهائيه ف ما هو كان معاه في المعسكر فشايفه على اساس الموقف اللي حصل ان هو غلط في الاول دقيقه وبعدين كمل الماتش وقف على رجله، فقال لك عنده ثبات انفعالي ما هموش انه غلط ولاعيب صغير في السن. فانا كان يعني انا برضه عشان تكونوا عارفين انا رايي استشاري اولا واخيرا، حتى لما بنتناقش عشان كده حضرتك لازم بالظبط علشان انا بتناقش معاه بقول له انا شايف ان ده عبد الله جمعه الانسب لانه عنده سرعات كويسه الولد، حتى الناحيه الدفاعيه اللي انت بتقول عليه لا بيدافع بشكل كويس. عبد الله جمعه ممكن كمان في وقت من الاوقات يلعب لك وينج شمال جناح، لانه هو ده مركزه الاصلي على فكره. قلت له عبد الله جمعه كان معايا في الانبي، كان ولد صغير في انبي وكان معايا وكان جاله عرض في بولسبورج الالماني، وقلت الولد ده بروميسن كويس قوي، فانا عارف امكانياته شويه، ولكن كان كجناح شمال او كان بيلعب جناح فهو قال مع احترامي رايك هاني بس ده قراري، و يعني انا بقول للنص الملعب ناقص 2 يا كابتن كده في الاختلاف اللي حضرتك قلت عليه وانت طبعا يعني انا قلت لك الخط الظهر اللي انا قلت عليه دول 8، وكان شايف انهم اتنين رجب بكر وعبد الله واضاف عليه الونش، وده برضو اثار بس شويه مش عشان الونش وحش، علشان انا قلت في الحته الفنيه احنا عندنا احمد ايمن منصور بيلعب سيرد باك وبيلعب باك شمال، ايمن اشرف بيلعب باك شمال وبيلعب سيرد باك، وهو في الفتره الاخيره ماشي مع النادي الاهلي كسيرد باك. ما خسرش لعيب بالظبط، انا اسويه قدام، انا بتكلم انا عايز اوفر اللعيب ده نوفره في الجزء اللي قداماني، او واحد كمان مع عبد الله سعيد كبلي ميكر ممكن نحطه بالحته دي.
فانا كنت بفضل ان احنا ناخد اربعه سردباكات من الاربعه سردباكات دول ومعاهم اثنين على الاطراف يلعبوا دي ويلعبوا دي. وكان الطرح بصراحه اسم عمر جابر يعني كان المقارنه ما بين عمر جابر ولا رجب بكار. انا بكل امانه قلت رجب بكار لان انا شايف ان عمر جابر كان بيكلومي بيلعب بكذا بوزيشن. انا قلت عمر جابر الافضل لي كباك يمين حتى لما بيلعب باك شمال انا مش شايف ان هو بيزودنا في الحته الهجوميه. فانا ده كان اقتراح ان احنا نلعب بدول.